وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سلك مسلكهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. المادة بدلا من أن تكون مادة الصرف نواصل في الدرس الأخلاق والآداب والسلوك. آداب مختارة من كتاب تعليم المتعلم طريق تعلمي. والذي تولى هذه المادة هو شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرزاق بن حسن الإجبوي حفظه الله ورعاه. المادة مادة الأدب، ويسيئني أن أرى حالة غير لائقة في الجلوس وفي الوقت الذي نعلم الأدب. وأحسب ذلك وأحاسبه أن الدرس قد لا ينفع، بل لا ينفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا طلبة مهذبين يحترم العلم في الوقت الذي نتعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا يواصل إن شاء الله تعالى ونحن نتابعه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يقوم لسانه كما سألت صباح اليوم وفي كل مرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوم ألسنة مشايخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية أيها الحضور إلى الحلقة الثانية والدرس الثاني من هذه الدروس المباركة. فنحن نواصل الدرس في الصفحة التاسعة إن شاء الله تعالى في فصل في النية حال التعلم، في فصل في نية حال
التعلمي. واضح؟ واحد يقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفرني. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لشيخنا وللسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في النية حال التعلم. ثم في النية حال التعلم، نعم. في النية حال التعلم، ثم لا بد له من النية في زمان التعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأحوال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا ويسير بحسن نية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يسير من أعمال الدنيا بسوء النية. وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام للعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. أنشد الأستاذ الشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم: فسائل كبير عالم متعاتب وأكبر منه جاهل متنصر، هما فتنة في العالمين عظيمة لمن لما فيه يتمسك حسبك. هذا هو الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، ترجم له مصنفه رحمه الله تعالى بقوله: النية حال التعلم. النية حال التعلم، هذا الفصل يتحدث عن النية حال التعلم، وفي النية حال تعلم. نعم، النية حال تعلم من موجبات العناية بالعلم، من موجبات العناية بالعلم. إذ النية عباد الله، إذ النية هي الأصل في جميع الأحوال. النية هي الأصل في جميع الأحوال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح. أما سوالي قالوا قلوا الله سبحانه وتعالى قالوا عن ودمجج يعني قالوا ودي الأرباواتي ede larba ede yoba faslu ti awayi oni faslu elekeji faslu yi nga ti o ma soro nipa re ona ni aniyatu hala ta'allumi kani aniya nigba ti abanko imaye ai ihdaru niyya fi hali ta'allumi idha kunta fi halin tata'allamu fiha al-'ilma wajibun 'alayka إحضار النية في هذه الحال. واضح؟ النية في حال تعلم. ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم. لا بد له، أي لا بد لطالب العلم، ولا بد لطلبة العلم من النية في زمان تعلم العلم. Oran yẹn ni fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ kí ó lániyàn fi zamani ta'allumi
في زمن تعلم العلم لاسكو تي اونكوي ماي اذ النيه هي الاصل في جميع الاحوال العباده لها شرطان اساسيان لا تتقبل من العبد الا بهما الشرط الاول الاخلاص وهو حسن النيه واضح والشرط الثاني المتابعه اي موافقه العمل للكتاب والسنه ان يكون عملك موافقا للكتاب والسنه وهذا هو المتابعه نعم وهذا هو المتابعه فهذان الشرطان مهمان جدا في قبول العمل فكل عمل مقبول يتوقف على هذين الشرطين وقبول هذا العمل متوقف على هذين الشرطين لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ثم لابد له من النية في زمان تعلم العلم فمن أراد أن ينجح في العلم وفي تعلم العلم وفي تحصيل العلم ومن أراد أن يكتب الله له الأجر في تعلمه للعلم فعليه أن ينوي لتعلمه العلم وجه الله سبحانه وتعالى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بتعلمه العلم إلى الله سبحانه وتعالى وينوي أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بتعلم العلم لأن العلم وتعلم العلم عبادة العلم وتعلمه عبادة عبادة محضة فلا بد له من حسن النية ومن الإخلاص لا بد له من إحضار نية ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يبتغي به العبد وجه الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرط الأول نعم من شرطي قبول العمل واضح أراني أن يفهم ما كيكو كي أولاني يقوم سلام با الله سبحانه وتعالى كود نيا دادا لوري ما تفكو إلي نيو جيكي يان ساسي يوري نيو جيكي يان يجيني بيما ونيو سي جيكي ما يان كولون با الله سبحانه وتعالى با الله ويان يجيبي جوسي نيو يما ويوا يما أتي يما فورا راري ijose kan ni to tobi ta fin sun olohun ba allah subhanahu wa ta'ala koda ijose ponbele ni ijose ponbele ni ti o labula ta fin sun olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ade ti mo wi pe ijosin o duo lori majemu meji kan ko olohun ba allah subhanahu wa ta'ala to le gba majemu alakoko ona ni al ikhlas majemu elekeji ona ni al mutaba'a ikhlas una ni kashi nkan yen ibtigaa liwajhi llahi ta'ala kafi wa uju olohun ba allah subhanahu wa ta'ala kashi nitori ani yan pa fin wa uju olohun ba allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa al ikhlas al mutaba'a una ni kin kan yen ko se dede al kitab wa sunna kin ka ta fe se yen ta fi jo si olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko se dede al kitab wa sunna eleyi bayi o se o joran yan le wa lori nigba ta wa fe josin fun olohun oba allah subhanahu wa ta'ala wajibun alina ma'shara at-tullab an na'lama anna ta'alluma al-ilmi ibadatun yutaqarrabu biha ila allah subhanahu wa ta'ala faman arada an yata'allama al-ilma fa'alayhi ya ma'shara al-ikhwa فعليه بالإخلاص واضح
أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. أريد أن أتعلم العلم ابتغاء لوجه الله، ابتغاء لوجه الله، لا التماسا للجاه ولا جمعا للأموال ولا طلبا للرياسة وما إلى ذلك من الأمور التي من أجلها يطلب الناس العلم، والتي لا بد أن يأتي ضروريا بعد تعلمك للعلم. إذا تعلمت العلم إخلاصا لله تعالى فهذه الأمور تأتي من غير أنك تطلبها، واضح؟ تأتي. فلذلك العاقل والكيس هو الذي يعلم أنه يجب عليه أن يخلص نيته في تحصيل العلم، ويعلم يقينا أن هذه الأمور تأتي بركة للعلم الذي عندك، واضح؟ فاطلب العلم لله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، ولرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك من الإخوة، وعن غيرك من الإخوة، واضح؟ إلي باي إنو أمان كتي أكبودو ماني ويبي بغواني كنتو بابي جو ماكيكو أكبودو ما يكبي يماتو مفاواي ani awon gboro da lori e o da gboro mo pe ijosin ni nkan yen eyan ni wa yin ma nitori pe o fe ko aye jo eyan ni wa yin ma nitori pe o fe lola tori pe o nwa ipo o nwa oruko o nwa iyi lawujo o ni ma wa ma nitori aniyan wi pe o fe du lori e wa ma nitori tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala so te yan ba wa ma nitori tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala gugu awon kini yo pada wa taba'an gugu awon kini yo pada wa taba'an koda ki وما وا يو ناني يو ناني سو نتوري ان تو با جي اوجوغما يو مو يي بي اون ني بوكاتا سي كو اون دانيان غورو اون كان باي نيتوري بو اون وا ميما ابي نيغبا تو اون با وا ميما اني ان تو اون بودو دا اون ناني بي توري تولون با الله سبحانه وتعالى توري با برو تو وان بي ني بي تي اون با دانيان تولون با الله سبحانه وتعالى نيبا يما تي لوري ما تي ان وا ايو تو جيا لوري ما so ke je pe olorun ba le kele oni gba lowo yan nikan yo tu jiya lori nkan yen nitori pe eyan ti bo sinu ash-shirkul asghar onani ye ash-shirku al-asghar kiyan ma se kini kiyan ma se josin nitori aniyan kan mi yato fun tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala nitori nkan mi yato fun tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala idh niyyatu hiya al-aslu fi jami' al-ahwal liqawlihi alayhi salatu wassalam na'am لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فهذا دليل على قوله رحمه الله تعالى إذ النية هي الأصل في جميع الأحوال في جميع الأحوال النية هي الأصل إنما الأعمال بالنيات أي لا بد للعمل من نية فالإنسان لا يعمل عملا إلا وله نية على هذا الأمل قبل أن يدخل في عمل ما من الأعمال فإنه ينوي نعم ويأتي فإنه يأتي بالنية نعم يأتي بالنية مستحيل أن يعمل المرء عملا من غير النية مستحيل لذلك يقول العلماء لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا عملا بلا نية لكان التكليف بما لا يطاق لذلك يقول المؤلف إذ النية هي الأصل في جميع الأحمال في جميع الأحوال في جميع الأحوال ما من حال إلا كانت النية كانت النية أصلا
لها واضح كسي حالك تيا وا ابي ايشه كان تيا فشي افكو جي بي اس اي انيه ني اوجي اصلو فون كان توري بي انيهتو اونن اصلو اس هي الاصل في جميع الاحوال لقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات يعني بي انما الاعمال داجو داجو ايشه ona ti o gba ti o fi waye eh ise pelu aniyan ti abani lori eni ise yo ma waye pelu aniyan ni yo ma waye pelu aniyan ni iye ni pe ko sise kan ti yo se laye afi ko je pe aniyan ni ti kokoko tele re aniyan yen oni o gbe yan oni o jal ba'is ti o gbe yan didi lo sibi isise yen hadha hadithun sahih هذا حديث صحيح ولا تنقي حديث احاديث متفق عليه بخاري ومسلم او ان باوپو باوا بي سو ا الي تو سو بي انما الاعمال بالنيات بلو بي بولون نيات وي او واني جمع روايه ثانيه نعم روايه ثانيه او وا بلو جمع نعم رواية مسلم رواية بخاري انلوا بلوكني بالإفراد بالنية إنما الأعمال بالنية وقالت ما في حديثي حديث وفاوى عمر بن الخطاب رضي الله عن أناني أبي فالعبد عباد الله مفتقر إلى نيته في جميع أموره العبد مفتقر الى نيته في جميع اموره في جميع اموره واضح اميان اوني بوكاتا سي انيان نيبي غوغو علامري ري تو با في داولي غوغو علامري تيان با في داولي يان ني بوكاتا سي انيان اتي بي اعلم ان الاعمال تتفاضل بالنيه الاعمال تتفاضل بالنيه فمن حسنت نيته عظم حظه من عمله من حسنت نيته عظم حظه في عمله ومن ساءت نيته فاته من عمله امر الدنيا والاخره معا اري aniyan nkan to se pataki ni koda baniyan se won yen baniyan ba se ri o ni se se man jura won lo ninu ola aniyan ni o so bi se o se jura won lo ninu ola ba se ki omo aisha ta ki tan sin abelo ba allah subhanahu wa ta'ala yataqabbalaha minna kama yataqabbaluhu kama yataqabbaluha min ibadihi as-salihin ani eyin lada wa jura won lo lada wa o jura won lo nitori aniyan wa ta ni lori e bawo la aniyan wa se duro si bawo la aniyan wa se da si bakan na khushu'u wa lori run ifarabale wa lori run eh awon se ta se lori run yen bawo la ye se bawo la se bo lo se yen ju si be ni lada wa se man po to man jaa bi hasanatin fa ash fala fala falahu ashru amthaliha olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so yi pe eni to ba se dada yóò gba láda mẹ́wàá abẹ́ ẹ̀kọ́ ni wàmán jẹ́ àbí sẹ̀yí àti ìfàláyúzá ẹni tó wáwá sàbúrú a ní sánlẹ̀sàn ju dédé rú aburú tó sìn náà lọ hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ni abi aya qur'an aya qur'an hadith ń bẹ tó wá bẹ́ẹ̀ náà بعشر أمثالها بارك الله فيكم إلى 700 ضعف فالحديث يبين أن الأعمال تتفاضل بحسب النية نعم وبحسب حسنها نعم
وجمالها يتفاضل العمل يسي اما جورا ولو باو ني شيء ني با موسي باو ني شيء سي داتي باو لا ني سي داسي لوري شيء باو ني شيء سي رواسي سو eleyi inu nkan ti ani lati mo ni ti baba de nje ko ye wa ninu alaye ti won se fun wa nbi bi pe ani a ma je a ma ani e se pataki ni bi se tan se e wo nsin bayi eni tani are ba da lori ise tin se a ri bi pe lada ti o li lori ise yen yo po gidiya sugbon eni tani are o ba da lori ise tin se e ri pe ise yen yo padarun re laye koda yo tun padarun re leyin ojo ngbe dal qiyama nto ye ko ri nbe ko ni ri naam ko ni ri nkan ti ko ri nbe ti waju ki a to ku ni abala bi ta wa yi so wona ni wi pe shatiri ta ban so nipa aniyan ta ban so nipa aniyan eleyi ta fe ni lori imo ti a fe ko awon nkan merin kan nbe abi awon nkan mẹrin o nbe to se pataki gan ti agbodo ri pope ninu aniyan wa lori ise ti a nse alakoko nu e o na ni niyatu rafi'il jahli an nafsihi niyatu rafi'il jahli an nafsihi fal muta'allimu yanwiya an nafsihi rafi'il jahli المتعلم ينوي عن نفسه ينوي عن نفسه رفع الجهل عليه أن ينوي رفع الجهل عن نفسه فهذا أمر مهم جدا هذا أمر مهم جدا إذا قيل لك لماذا تتعلم لماذا تتعلم طبعا بيقول لي بيقول لي فين قوما فالجواب اتعلم لارفع الجهل عن نفسي اولا اتعلم لارفع الجهل عن نفسي اولا نينو اوا نيا تو يي كيان ني لوري ما تي ان كوني مو في غبي اي ماكا كو فورا مي الي جن كالا كوكو ان كان لك جي نيه رفع الجهل عن غيره نيه رفع الجهل عن غيره طالب العلم ينوي في تعلمه للعلم أن يرفع الجهل عن غيره يريد بتعلمه العلم أن يرفع الجهل عن مجتمعه نعم يرفع الجهل عن يرفع الجهل عن مجتمعه بالعلم نعم الثالث او ضمن الثاني ضمن الثاني ترفع الجهل عن اسرتك ترفع الجهل عن اصدقائك ترفع الجهل في الاطار الذي تسكن فيه في الحي الذي تسكن فيه نعم تريد ان تنكذ الناس من الجهل إلى العلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم لا وجوت يان بي نينو ابي يان لودو awon yawo yan lodo awon ma yan iyan fe gbe ayi ma ka ku fun won awon ore yan iyan fe gbe ayi ma ka ku fun won iyan fe gbe won ku ninu okunkun ayi ma kan lo sinu imale mima eleketa niyatu hifzil ilmi niyatu hifzil ilmi تريد بتعلمك العلم أن تحفظ العلم أن تحفظ العلم فهذا يعد من نية حفظ العلم وصيانته من الضياع من الضياع ومن الضياع نعم كلاهما واضح نية حفظ العلم نية حفظ العلم وصيانته أي ونية صيانته من الضياع تريد أن تحفظ العلم
من أن يضيع العلم. تريد أن تصون العلم من أن يضيع. واضح؟ هذا هو النية التي من أجلها تتعلم العلم. هذا أي رفع أي حفظ العلم وصيانته نية طيبة يجب على الطالب أن ينويها أن ينوي هذه النية. واضح؟ في تحصيله العلم في تحصيله العلم إيان فى إيان أني أتين أني أتين فين واما ونا نكون إيان فيك بي إيان فى صويمة كو نبي كيما راري كيما دين كتير راري لاو جو إيان فى صويمة سنتوري بيك بي إيماني إيان قطو يسك بي أني بو كاتا سي كاشوني كاشو. يقول الله تعالى بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن آيات بينات يحفظها الحفظة في صدورهم في صدور الذين أوتوا العلم. دي قرآن شواني إقبايا وتعفوني ممي تي الله ماجي كاري أبروك واشي لنسي أما مصاحف تواني أوين كوكاوا بيا وجونا أدين كاكا شلي سما يكبي آني نيبايا نيتوري يكبي أتي ريبيتي الله مبالله سبحانه وتعالى توني كي إما كاسو إما سيونا نوكبايا سو أما توان حاسي نوكبايا أما موشي كيني موك بجادي بادا أتو كومي نيتوري لفجي سيكبي nigba to je si pe lasiko to je si pe inu gbaya nikan ni won so imo na so qur'ani si ton fi qur'ani pamo si lasiko abubakar ni siddiq ti won lo soju ogun ogun wo na lan gba yen naam uhud bawo yarmuk ogun yen awon alqurra won ku pupo loju ogun yen won ku pupo loju ogun yen. So when Umar ibn al-Khattab رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلون كاتون شلي نعم أبو بكر تعلم سوق ولا با أعوذ بالله. عمر بن الخطاب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترى بس أسقى بكر لبوه شلي النبي صلى الله عليه وسلم وسلايما قال أبو بكر الصديق قال فني ما نبي كم أقوى القرآن جو كم أقوى القرآن جو nitori pe pelu bi nkan se nlo yi tawon ti won ha alquran ba ku tan awon ti nbo leyin won ni ri alquran o abakri yari oni bawo lo mo se se nkan kan ti annabi sallallahu alaihi wasallam o se sugar ma zala umar yuraji'uhu hatta sharaha allah subhanahu wa ta'ala sadra umar wa waye koye ko gbo koye ma gbe sakisi koye ma ba so ti tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala to fi pada si pa ya igbaya re so ni gba yin wa si jam'ul qur'an no si jam'u al qur'an so lasiko ye so ni tori pe won fe so ima so eyan ko ma nitori aniyan pa fe so ima ko ni bi ki ma se kini ki ma ara re aniyan leke ni ti yan fi wa ima ona ni kini niyatul amali bil ilm niyatul amali bil ilm wa huwa an tanwiya أن تعمل بعلمك تريد أن تتعلم لكي تعمل به تريد أن تتعلم لكي تعمل به لأن العلم قائد العمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. بوكبا ني إمام بياغو إيشا يوما بيشا لوريغو بيشا مابو تيشا با دالون يدرو تيشا با تي دالون يوشكين يوما لو ارتحل. نتيجة بي أريوك بلوك 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 بلوك
ونجاني انتان بنيما الخطيب البغدادي الامام الخطيب البغدادي وقتل عندك من اقتضاء العلم العمل اقتضاء العلم العمل فكل علم لا يعمل به صاحبه فإنه يكون عليه وبال يوم القيامة نعم ويكون حجة عليه يوم القيامة لا له والقرآن حجة لك أو عليك بقبو يماتين يبان نيتي وبالو كوفي شيشة يمانيين يبالي جو بروكو نيو جفون يلوجو بيد القيامة ريتيو ما تاكو ينيو جلوجو بيد القيامة dipo ko jeri ti o ma gbeyan lojo gbe dal kiyama ko jeri ko ma jeri fun yan lojo gbe dal kiyama yo ma tako yan ni tori bi pe mo bi o le de pe alimta fahal amilta fala ta'man su'ala allah anhu bi tawbihin alimta fahal amilta fala ta'man فلا تأمن علمت فهل عملت بتوبيخ علمت فهل عملت فلا تأمن سؤال الله عنه لا تأمن سؤال الله عنه أي لا تأمن سؤال الله عن العلم لا تطمئن نفسك ولا يطمئن قلبك سؤال الله عن العلم بتوبيخ أي يسأل الله سبحانه وتعالى سؤالا توبيخيا عن العلم علمت هذا هو السؤال التوبيخي علمت فهل عملت إبيري تفهم بانيا ويني كيسي إبيري كما فكو داون إبيري باويني pese bo mo e se to lo e se to fi sise so hujja ni o je fun yarojo gbe dal qiyama amilu allah subhanahu wa ta'ala ku shawa ku mbi rele bai so o yan ni so ke yan se kini ke yan sise pelu imo te yan ba ko ona oran yan ni ke yan sise pelu imo te yan ba ko naam ni tesiwaju aba so yi pe وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا ويسير بحسن النية من أعمال الآخرة وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يسير من أعمال الدنيا بسوء النية هذا الحديث نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطمئن إليه قلبي نعم أنا لست على يقين في صحة هذا الحديث واضح كم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا ويسير بحسن النية من أعمال الآخرة ممكن أن يأتي عمل من الأعمال بصورة أعمال الدنيا يأتي عمل بصورة أعمال الدنيا يراه الناس يرى الناس هذا العمل كعمل من أعمال الدنيا ويعتبره الناس عملا من أعمال الدنيا لأجل صورته التي ظهر فيها ويسير بحسن النية من أعمال الآخرة يسير من حسن بحسن النية من أعمال الآخرة فمثال ذلك رجل يسعى لقضاء حاجة عياله نعم
يسعى لقضاء حاجة عياله وينوي على قضاء هذه الحوائج، نعم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه علم بأن الله سبحانه وتعالى أمره وأوجب عليه النفقة على عياله، واضح؟ ويسعى من أجل تحصيل ذلك وتيسير ذلك، فهو في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فهو في سبيل الله. فالعمل له صورة من صور أعمال الدنيا، لكن صار العمل بحسن النية من أعمال الآخرة، واضح؟ صار العمل من حسن النية، بحسن النية من أعمال الآخرة. وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يسير من أعمال الدنيا بسوء النية؟ العكس بالعكس. رجل يصلي حقيقة لكن نيته أنه يصلي رياء وسمعة، يصلي لأجل أن يمدحه الناس، نعم ولأجل أن يراه الناس عابدا لله سبحانه وتعالى وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا هو قصده، ويزين صلاته لأجل مدح الناس. فالعمل له صورة من صور أعمال الآخرة، لكن بسوء النية صار ماذا؟ من أعمال الدنيا. وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله تعالى والدار الآخرة، وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله تعالى. تتعلم العلم لتفوز برضاء الله سبحانه وتعالى. ينقم تريكم ينفجكن ينفري أنو الله ينفري ينو الله بالله سبحانه وتعالى. سولي بعينه كتولة توني. كوجاسك بالمتعلم أني أتيوني بطلب العلم. بيكون وامي ما يعني أتيوني لوري أنا رضاء الله تعالى. من وامي ما تريكم ينفري ينو الله بالله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يرضى. ولما بالك لا ما ينو سيا وما طبعا جيني طبعا وامي ما ولما بالله سبحانه وتعالى ما ينو سيا أريضا ولما بالك لا ما دونو سيا سو لين تون ينو سين كتون واي أو ملايكة جناني وما تي يوم كالي سو لطالب العلم أريضا بما يطلبه awon malaika won ma teye won kale fun won ma keko to nwa ima ridon bi ma yatlubu nitori pe won yonu si nkan ti o nwa ni mi ma yin wadarul akhirah yanwi al muta'allim yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridha allahi ta'ala wadarul akhirata wa izalat al jahli an nafsihi wa an sa'ir al juhal wa ihya al din wa ibqa al islam. لأن العلم كلما يحيا كلما يحيا الدين، واضح؟ الدين يحيا بحياة العلم، والدين يموت بموت العلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث ينبه على ظهور الجهل ومحو العلم ورفع العلم. عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه قال: باب رفع العلم
وظهور الجهل باب رفع العلم وظهور الجهل من المصائب التي تصيب الدنيا رفع العلم وظهور الجهل فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفع العلم يرفع العلم برفع العلماء بقبض أرواح العلماء فموت العلماء مصيبة كارثة من الكوارث أن يموت العلماء لأن العلم يموت بموتهم ويحيى بحياتهم واضح؟ وإبقاء الإسلام الإسلام يبقى ببقاء العلم لذلك يجب علينا العناية ويجب علينا الاهتمام بالعلم يجب علينا أن نهتم بالعلم نعم وأن نحيي العلم لأجل أننا نريد بقاء الإسلام نريد أن يبقى الإسلام واضح ari pe ta ba fe ki islam ko ma be ki islam ko ma pare imo ohun la ma ye nitori pe imo ye gangan lu gbesin duro ohun gangan ni o gbesin duro ohun si ni jihad wa la koko eleyi ti awon ojisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ti won se eh jihadul ilmi wal bayan jihadul ilmi wal bayan so jihadu imma ati alaye oni jihadu alakoko eleyi ti o je ki islam ko ma be fa inna baqa al islam bil ilmi fa inna baqa al islam bil ilmi wala yasihu az-zuhdu wattaqwa ma al jahli hadha amr muhim jiddan fal mutasawwifa alladhina yad'una az-zuhda wa hum jahla ما فائدة زهدهم؟ نعم وما نتيجة زهدهم؟ أوان أني صوفي توان صوبا واني زهدو أبي توما تصوفو غاغاني كيني الزهد كلا مفاني زهدو تواني توان سيجالاي مكان إيه بدا واري ويكبي بوبو ينان قطانا ني سو أوان إنكا تيو نكملة إنكا دي دامواري ني لسان ونوان كو نوان كو جوتان كو ني زهد nítorí pé kí ni wọn láwọn fẹ́ ṣe zuhudu ni wọn ní ìmọ̀ eléyìí tí ó ṣe kí ni tí ó tọ wọn sọ́nà lórí zuhudu yẹn torí pé zuhudu ni nǹkan kan tó pàtàkì ni nínú ẹ̀sìn tó yẹ sí pé man arada an yakuna zahidan wa man arada an yatazahada fi dunya labudda an yuqayyidahu bil ilm fa zuhudun bila ilmin عاصفة واضح تيا باني زهدو تيو نيما تيو في دي زهدو يين اري بي ايجي لاسان ني تيو پادا گبي لو تيو پادا گبيرو يين بي لو اي پادا واري بي بي كو جيسي بي يو رومي توتون لي اومي گبونا ني اومو كاكري يو رومي توتون لي اومي گبونا ني اومو اومي تيو في هاري ليما اي واو بي كيلو فك بامبي گبو لي باي kí ló fẹ́ gbà mí gbogbo orú ilé báyìí so àtàwọn nǹkan míì tẹ́mọ̀ wọ pé ṣé léyìn náà ni só sì lọ pẹ̀lú mímọ̀ wàtàkùwà máàlì jahàlì wà láyà sí zuhudu wàtàkùwà máàlì jahàlì láyà láyà sí takùwà máàlì jahàlì nítorí lọ́wọ́ allah subhanahu wa ta'ala li dhalika li ajli dhalika yaqulu allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha allah min ibadihi al-ulama لأن حقيقة التقوى لا تتأتى إلا بالعلم إلا بالعلم أكيد أنت بين التقوى جدا على ريا في بلو مما إما نيو تواصلنا كنا بين التقوى كنا بيعلم أبا الله سبحانه وتعالى سلولا أبا اللي جاب جوكي أكبي أوان تيمان بيرولا أبا الله سبحانه وتعالى جن أوان تيمان جوني مماني tirupa awon ni o ma kina npe ni beru olorun oba allah subhanahu wa ta'ala gan opolopo awon tan fe beru olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ton ni mimo ibo na pada lo nja si ibi aseju yaqulu al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala man dhalla min ulama'ina fa fihi shaba'un
باليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبأ بالنصارى. الذين ضلوا من عبادنا فيهم شبأ بالنصارى باليهود من ضلوا من علمائنا. لماذا؟ لأنهم لا يتقيدون نعم بما يجب التقيد به من العلم النافع والعمل الصالح. واضح؟ أنشدني الأستاذ الشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم فساد كبير عالم متهاتكم وأكبر منه جاهل متنسق هما فتنة في العالمين عظيمة لما بهما مرة أخرى فساد كبير عالم متهاتكم وأكبر منه جاهل متنسق هما فتنة في العالمين عظيمة بما بهما أي إذا كان العالم متهتكا هذا فساد كبير. نعم العالم الذي لا يبالي بما يصنع وبما يقول وبما يأكل وبما يشرب. نعم يمارس أعمالا غير ماذا محتشمة. واضح؟ إذا كان أو إذا كانت حال العالم كذلك فهذا يعد من أكبر الفساد. فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه أي أكبر من هذا الفساد جاهل متنسك أي جاهل متعبد. متعبد الجاهل المتعبد فساده أكبر من فساد العالم المتهتك. هما فتنة هما العالم المتهتك والجاهل المتنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه. لأن الناس كثيرا ما يغترون بالجاهل المتعبد يظنونه وليا ورجلا صالحا ما جنون بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك العالم نعم أو ياما باتجي بلورا وانا يمجيجي oni mima awon ya ma gba tanje pelu e awon ya ma tele won wa ni ah in tan so yi awon afa wa ni won so awon afa wa bayi 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 lo je popolopo awon afa yi na ni won mo ti won se alatenuje lopolopo won bakana eni to ba je olusin lohun ba lo subhanahu wa ta'ala oni ohun ma wali khalwani na'am yakhlu an anzari an-nas da'iman biljahili لا يصلي الجماعة ولا الجمعة وإن كان هذا يدعي أنه يصلي الجماعة والجمعة. واضح؟ ويدعي أنه
إمام مسجد من المساجد أنا دوات الدوسين اللي تلوم سلام الله سبحانه وتعالى يمكث في البيت كثيرا نعم يتعبد لله سبحانه وتعالى يروى عن يبي عن يروك بين يلوم بان يروك بين ولي يلوم بالله سبحانه وتعالى نوا عن يوم يبدو على صدمه أفك يبى بلون ولين يلوم بالله سبحانه وتعالى ني عن ميجي ونبي ما تيرو على يوم كاتيون سلام باي هما فتنة في العالمين عظيمة فتنة لما ميجي جي فنقو أكبان لأي فتنة وانا تو بيجان كونش فتنة ككري لمن به ما في دين هي تمساكو أما هو أني توان جي فتنة فن ونين توبا يكبي أبا أكبا ومو أكبا ومو نينو يسين ركبي أما تو وما تليري لمن به ما في دين هي يتمساكو نعم نعم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله الكريم غدا إن شاء الله أمير الله سبحانه وتعالى كي أشداد فنوة كلهم بالله سبحانه وتعالى كي أما سوالنا لن يتجفون موا هذا والله أعلم سبحانك رب حمدك إن شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك إليك جزاكم الله كل خير جزاكم الله كل خير وكتب الله سبحانه وتعالى أجركم كاملا مرات فمرات لأننا دائما حتى أنتم تعيشون على الأرض أو قضيتم نحبكم نحن ننتفع بعلمكم وننفع به الآخرين لهذا دعونا الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم لا مرتين بل مرات فمرات وأن يجعل نشركم للعلم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونجعل هذا شرطا ولائحة من لوائح دورتنا بالله اجعلوا جوالاتكم في صارت لا يدخل الاتصال ونحن وقلوبنا تابعة للجوالات المترنمة بالله اجعلوا جوالاتكم في صوت وفتح هذه البوابة الصغيرة يزعج كثيرا لما أكون أدري إن كنت وحدي لاحظت هذا فتح هذه البوابة الصغيرة أو يقول الباب نعم يقول الباب البوابة الصغيرة فتحها يزعج كثيرا بالله لاحظوا هذا أتينا هنا للعلم فمن أراد أن يتصل بأهله فاجعله في وقت الفراغ عندنا وقت الفراغ اجعلوا الاتصال ب لا أحد يقول لا تتصلوا بالأهل لا أحد يقول هذا واحد جاء بزوجته هو لا يتصل أو يتصل المرأة التي هو يتصل بها موجودة موجودة لكن أنتم ومعظمكم عزاب فبما تتصل
بارك الله فيكم وبارك الله فينا جميعا. استفدنا كثيرا. أيوة مني ولو يبي ونسي أبني عليه. كلامه لا يتعلق بطلب العلم في الجلوس في مثل هذه الجلسات. أنت تمشي إلى الوعظ والإرشاد لابد أن تنظر في قلبك. وأنا واسي ناني وأنا واسي كي شيء يقول دوكو ما باي كاسو يقول سيلا ليكو تابا سو يقول آنو أما تمان ليكو ني موني كي مو شاكي أني أما كي شيء أني أما دادا يوانا تون لو سي واسي شاكي أني أتوفين لو ẹlòmí ò lè lọ síwá sí àfá tí ò bá ní òkìkí àfá tí ò bá lóòkọ bóò ni ó ṣe lọ síbẹ̀ bóò ni wọ́n ṣe lọ síbẹ̀ wọ́n lè mọ̀ kí àfá ò lóòrùn kí wọ́n mọ̀ kí kan àwọn àfá àti àwọn àfá gbajúmọ̀ ìwọ náà níyàn kan ni o fi ń lọ síwá sí tí wọn wọ̀ ọlọ́run ló sì sàn ní ẹ̀sán rẹ̀ ọlọ́run ló fún wọn ní ládàá rẹ̀ iwọ tó ń gbọ́ wá sí náà nítorí pé àfá lágbájá aláhùn ìmùsàn àfá àti tiwa nìyẹn o ó ń bu ìbùkù ó lè bu òkùnkùn ó lè ṣe ìpèkù ìwọ náà ṣe kí àníyàn títí ẹ àfẹ ìlépè ni àfá títí ẹ àfẹ ìlékè ìwú òun làfá títí ẹ ẹyin náà jọ pàdé wájú ọlọ́run ọbànjọ kan. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí ó bá sí ẹni tí ó fún lépè mọ́ yóò darí èkó sọ́dọ̀ rẹ̀ ẹbí tó fẹ́ náà nù ẹni tó fẹ́ lára rẹ̀ náà nù ẹni tó ṣe ti ṣépè fún ara rẹ̀ yóò ti ṣépè fún pọ̀ tí ó bá sí ẹni tí ó ṣe tí ó ṣépè fún un. Ká ṣe kí àníyàn wa dáadáa ká dẹ́kun pé ọ̀nà àti àwa tí ó jà sí pé kíṣẹ́ ti lára. كيسه تلارا والله ان هذا العلم دين كي شي ما لولي كوني كان ابي اتوكو ني وو اجوكو ني كان شو نغبو واسي شو نغبو واسي شو نغبو واسي واسي نا يماني واسي نا يماني والله كان سيريوس ني والله اوبلوب اون يو كان سيريوس ني واسي تيان با نغبو واسي والله او سو ني دي افا كيكري ó sọ ní ìdàfà kékeré nítorí pé àwọn nǹkan téèyàn ò ní rí kọ́ nínú kíláàsì ni wọ́n mọ̀ kọ́yàn ní wá sí láàmọ̀ gbọ́ ní wá sí wọ́n bá ṣàlàyé àlìbẹ́rù wọ́n á ṣàlàyé rẹ̀ tí ó kún níjòkó kan ju inú kíláàsì lọ. Àwọn tí ò sínú ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ nínú kíláàsì ẹ̀kọ́ tó ti ní tíra ni kì í sì ṣe gbogbo àfa alágbájá ìmọ̀mù ṣàwùkání ìmọ̀mù ahmadu ìmọ̀mù malik ní kọ́yàn nínú tíra kájàkun torí ọlọ́run ikhlas wa ni sincerity náà ń pè ní alẹ́ ikhlas sincerity ẹni tó yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí àfà ìwọ náà mọ ó mọdí tó fi yàn láàyò ó mọdí tó fi yàn láàyò ká mọ ṣẹ́kì àníyàn wa a fẹ́ gbọ́ wá sí a fẹ́ kọ́ yahamukun wa a fẹ́ gbọ́ wá sí a fẹ́ gbọ́ wá sí kí n tó rí ni tó fi ń gbọ́ wá sí títí àfá títí ó wà takú ó takú náà ni rárá o ìrìn lè gbọ́ wá sí ní ọdún iléyà eléyìí ọdún iléyà aláhùn ìmùsà àbá ni àbá ṣé ọdún iléyà ni àbí ọdún àwẹ̀ nígbà pé ọdún iléyà náà ni a fẹ́ kírun ní ìtòsí bí ibà pàṣẹ ajáde tá n bá kan gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́n gbọ́n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 gbọ́
ki asin ki wa se pe won ti radio yin won mo se ti de wa ma ko se yen ibi 1 hour eti imam o fide ah eh so so pe iwe le ni akoko kan ba so fun yawo ya e ja gbe okada ka lo si ofa garage olokada ta gbe a wa so fun idi wo ni o se tun sumo ti o ni si gbangbadi gbe nbe ke ba ni ki a lo si o da ko main id
kini yo ko ibe idiwodu ko ah to ba so fun mi pe idiwodu na ire wole de ti o da ko o lo ti si fun mi kali bo so fun mi pe idi many idi ni idiwodu ah yin so fun mi pe rara o wallahi inji fe lo nbe asade be apada ko nbe o apada ko nbe nitori ta ba iku nbe ibi ta wa ta ba iku nbe boya o di ago meta kato raye iku nbe go yawo wo e ka mo lo awon ti be lo ni pe awon kan won nbe ni jo pe in ti won so ni pe ti yin ba iki hun leyin ba si e ma binu imam wo yewu ti won so e ka ya le mi se o ti ba iki hun leyin ba si ru mi o ni e ba ki hun ni tori kini to ba ki hun leyin imam wo ni ki hun to ba kiun leyin imamu ni o ni kiun odun awe ni ngba ti o di odun leya a na a target igba oni wo kiun igba ti won fe kiun la ise wa jade iyen na ni a tun se mistake ama ko dabi gbengbengbengbengbeng ni to pe mi o mo idi ti a fe lo ita won se ko wa si ni o jina si adugo wa wala o jina o a ba lo sibe amo ojina ta ba ti ni pin 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 inshallah e ka ye sey le dawo re e be gbe e za wa gbe ko so ro e wa di ni gbe ko e wa doctor e be gbe e yo godo gba ewo adehun yen o adua na ni adua adua adehun to olorun wo se ron olorun wo se ron yen ni to gba gba e doctor ti se adehun olorun wo se ron olorun wo se alawe usta kada kun tori olorun aniyan aniyan wa ni o se koko amo ni fe afa ani fe ni ti a fe ke o ni odo re ani fe ni ti a fe gba imo ni odo re amo ko mo ja se pe imo yin o wa ni wulo fun wo an bi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala malaysia akhana lughatun ma sha Allah ladida ladida wa anta tatamatta'u wa biha شيخنا نصحنا بما نصح الإمام الزغنوجي يقرأ الكتاب ويشرح نلتزم بنصيحته وهكذا كل عالم ينصح كل طالب علم تقيد بالإخلاص في علمك في طلبك في تعلمك ليكن لله سبحانه وتعالى يبارك الله سبحانه وتعالى في علمك إذا طلبت العلم لله بارك الله تعالى في علمك لأن العلم منه العلم هذا منه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا فقد جن الليل فقد جن الليل ليس أننا قد قضينا ساعات لا لا هنا نبيت والبيت المبيت للمشايخ إن شاء الله تعالى جائز وأن نكتفي بهذا القدر ونستعد لليوم الثاني والله فرحت جدا لعن الله سبحانه وتعالى قدر أن أكون أحد الحاضرين لا أنه قدر أن جعلني مضيفة لكن أحد النظر إلى
هذه الوجوه والله يكفاني السرور. العدد كما قلت بأمس كثير، عندي كثير الآن تقريبا بلغنا 30 وبوجت كم؟ بل بأمس أنا أعتقد أن العدد لا يبلغ 25 وإذا ما بلغنا 25 والله أفرح، ولكن العدد مرحب به إن شاء الله تعالى. جدوا جدوا واجتهدوا ولا تتكاسلوا. نلتقي إن شاء الله تعالى صباح غد في بعض الصاحب أداكم كاتب الله. ẹyin tẹ jẹ wo dáadáa tẹ ń gbọ wa ẹ dákun a ti ṣe o wàláyà ti ṣe wàláyà ti ṣe a máa tún fẹ ṣe ibi tá a bá dé yìí a tún fẹ ṣe sí n ta fẹ fi ṣe ẹ dákun ẹyin ẹsẹ náwó yín síbi dáadáa ẹyin ẹsẹ náwó yín síbi dáadáa bó jẹ 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 kódà 500,000 ẹ rí wípé a ná fún àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ owó tí mo bọ́jẹ́tì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ owó ara mi ni àmọ́ qadara allahu wa ma shaa fa'al ilé ọlọ́run ọba àwọn yorùbá ọlọ́run ọba kí ó kẹwa wọ́n ní ilé àánú ọlọ́run ọba kìí su onílà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ a ti bẹ̀rẹ̀ ìnáwó bífọ́ àná gan a ti bẹ̀rẹ̀ ìnáwó bífọ́ àná tábà rí ẹrú ọlọ́run ọba ẹni eré tó mọ rírí ìmọ̀ ìmẹ̀sìn tó mọ rírí ìmẹ̀sìn tó bá lè gbé owó ribiribi lẹ̀ fún wa wàlá inú ó dùn kò sẹ́ni tí ó lọlé kò sẹ́ni tí ó lọlé tí ó kún bí rẹ̀ tíra tó bá tọ́ sí láàfún tíra tó bá tọ́ sí láàfún ẹni tí a bá rí wípé ó gùdù ní aspẹ́tì alọ́rọ̀tò àràbíyà láàfún ní tíra alọ́rọ̀tò àràbíyà ẹni tí a bá rí wípé òṣùlù fíkì ni ó gùdù sí ọlọ́run bá yóò gùdù ní aspẹ́tì yẹn láàfún ní tíra tí ó ṣe dédé títẹ náà ẹni tí a bá rí pé ilmu alhadith ni a kàn gbàyànjú wọn fi alugatul arabiyya lẹ khasatan an-nahw an-nahw wa sarf àmọ́ a fún ní tíra tí a rí pé òun náà padà wá dá sí tó bá di ní ọjọ́ ọ̀la kò sẹ́ni tí ó gba gbogbo tíra o kò gba tíra lọ́ra kò gba tíra òṣòlù fíkì kò tún gba tíra àwọn sọláwò láti no rárá o a gba lọyọ kọọkan ẹni tó bá lè wú mi lérí dáadáa ipa a ilé yìí ó mọ wú mi ní eré o inshallah ta'ala a lè join méjì fún nítorí pé òun tún owó rí dáadáa àmọ gbogbo ń tàn sọ yìí ni ọrọ ẹnu ni o mo má ti fẹmí sí o ọrọ ẹnu ni o n tó wù wá ṣe nìyẹn ẹ sì mọ wà má tàṣà ọ̀nà ilà ànyà ṣá ọlá ẹwọ bùlà àlẹmí n tó lè wù wá ó lè mọ wù ọlọ́run ọba àmọ́ à ń bi ọlọ́run ọba kí n tó ń wù wá yìí ni tó pé dáadáa ni kò wù ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo etí tí ń gbọ́ mi ìwọ náà ṣe ṣe dáadáa láyìíká àyà fún ọ láyìíká hadith fún ọ ewu orí pé ìjókòó ni àjókòó tá a sì ń sọ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ là ń sọ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ òun là ń sọ àbí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala yìí bá ní kí wọ́n kọjú kámẹ́rà yìí káwọn èèyàn lè rí i pé a sírẹ́ọ̀sì lóòótọ́ àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n bí ìrà ìfà àwọn iṣẹ́ láriwo iṣẹ́ láriwo ẹ gbọ́ pé mo tún sọ gan pé òǹkà yẹn gan ni ó ti pọ̀jù
awa na si mo wallahi awon a le ise olojo meji ta pe owo aya awon yo si wa na ta wa ni awon 100 car da wa ni odun yi car awon 100 100 ko kini won wa gbo then ta le yin ten so gan eyin o le nso eyin ni ranu e wa ko ikokuko si awon eyan ni eri abawon eyan okay e se le pa won eyan re gan ni to je si pe in ta won eyan o mo ko ninu ise si titi ise si bu ni nisi awon te lo padi akopopo te lo te parija pelu e se ku won sinu iv e se ku won sinu iv then ibi te ti lo parija yen ni ko se je ti pe page yin le fi gbe ko se ti pe page awon yen ni won se se podcast pe awon lagbaja wa o ziyaratun akhawiya Olorun bo dajo yin o in to wa waraa qasidikum Allahu ya'lamu a le se dawa lai ise pe apolongo iya awon eyan ti a fe wa ni emi o la in ti mo lagbara ohun ni mo tete so fa awon eyan 25 ni mo lagbara o ti o ba ki n se be ki awon eyan mo lo it is on sin pe e ti poju abi kini ti mo so e ti poju ìnáwó yẹn tún lè kún ó tún lè kún ìnáwó yẹn àti ìmọ̀ bí a ṣe gbé ó tún wá lè kún àmọ́ kájẹ́ ní kájẹ́ àwọn èèyàn tó ní kódà 250 yẹn gan ni a tún gbà sí i kí ẹ lè fi èrò yẹn ṣe kẹjẹ káwọn èèyàn mẹ pé ẹyin náà ní èrò kí ni tẹ́ fẹ́ fi ṣe tí bá ní owó ní ọwọ́ ní mi ò sí ẹ̀ ní wíyẹ wulẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹni tó bá lè wá kí ó wá iye èrò tí ó bá ti wá ní inṣá Allahu ta'ala a ṣe tí a ṣe a sì jẹ́ inṣá Allahu ta'ala kádàkùn torí ọlọ́run ibi tá a ti lọ kádàkùn torí ọlọ́run gbogbo ìwọ tí o bá fẹ́ náwó síbi dáadáa ni wàláyé dáadáa ni kódà ta bá tún parí eléyìí tó bá yá sí pé oṣù mẹ́fà náà ni a tún pe àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ pé ó yá o ẹ tún wá ṣàǹfààní abẹ́ẹ̀ ni wá náà tí ó bá sún oúnjẹ ń kọ́ lóòótọ́ ṣé ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀lá kó bọ́ sọ tabaraka allah fi na jami'a gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kó ṣe sí àkáǹtì 00039 ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ abẹ́fẹ́ tẹ̀sí ni 00039 88733 00039 88733 àwọn ṣẹ́kù wá ń tẹ̀ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀ ń tẹ̀ sí ni 00039 88733 gt bank ni ẹni tó bá fẹ́ ẹlòmíì ò lè wípé àmọye tí ẹni bùkátà ṣe gangan kí n kọlù yín kí n gbé gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ pátápátá ó láǹfààní àti kọlù náà account number account ni Abdulatif ọkọ mi ò yípadà Abdulatif Abdulkareem náà mo á sì sùwà mú dé o Al-Mahdi Islami ojú tì yín. Ojú tì yín náà wà mẹ́. Ó wà mẹ́. Wàláyé ó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ especially ẹni tó bá ń jẹ́ ọkọ̀ dáadáa. Iyún gbọ́dọ̀ yọ wọ́n fa. Wàláyé iyún gbọ́dọ̀ ọjọ́ wọn. Kẹ́sẹ̀ wípé ta ni mọ̀lá ni ọmọ burúkú yìí ń pẹ̀rẹ̀ tanimọ̀lá ọlámọmọ ní kí ló ṣẹlẹ̀ abájú ń pè é àwọn akọ́wọ́ àwọn bàdá lé wa ní àwọn fámìlì wa ní
o se wi pe atanimo la ni omo bun fun yin pere den ko wa pada seyin mi se nlo bo ni ni gbesi aye mi gbogbo ti mi o ni gbesi aye mi pe lati igba ti mo ti won leke o ati gba yin na ni mo tun je tanimo la ati gba yin oju bi ohun ni mi tin je mi o imo yi gan imo imo kinkini wallahi mi o ever ori pe olorun bo afun mi ni mo kinkere ka sa so pe amo sola wa ke in so fun yin ni ekan gba ti mi o lo kini zikiri le mi mo ba ka kiri fa gbogbo al marhalatu li idadiya mi al awwal al thani zikiri ni ati ja kan mu na imo ba wo kan amo alhamdulillah ito yani al mahadu al islami yu ilorin ojutin o sime o amo risala ni risala ni allah subhanahu wa ta'ala o mo se dada fa won yan koda to ba wonu dada kan ni o gboro fi yo elomi kada kun to yo olohun awa na ni awa je dada mo wallahi mo e ri pe ni ana in dedicate ana fun awon afawa meji abi a Sheikh Hassan Salahuddin ati a Sheikh Al-Ejibowi awe ibinu pe yan se dada iri wa mo wu ni iwa wu awa na ka wa na se ri dada yan se kari pe ti mo so fun mi tele tele be se mo nse ni o so mo kin mo se o ah wallahi tabarakallahu fina jami'an amin gbogbo en to ba fe pe gba mo se fe elo ni te n wa ku 09024664941 iye to ku ta so fun iye ti o ni dewu bayin ni te yin na ba si laya ni e kan ẹ fún mi ní price yìí ẹ fún mi ní price yìí insha allah ta'ala a fún ní price ti insha allah ta'ala bóyá oṣooṣù ni a mọ̀ padà ṣe dáwà insha allah ta'ala as'alu allah subhanahu wa ta'ala an yubarika fina wa an yazida kulla munfikin سلفان او خلفان خلفان ان يزيد كل منفق خلفا هذا دعاء الملك هما ملكان واحد يقول اعطي لمنفقه خلفا والاخر يقول اللهم اعطي لممسكه أسأل الله أن يعطي منفقكم خلفا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته